السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كيف العادة فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كتشوفوا معايا الفيديو اليوم هو فلوغ الانطلاق ان شاء الله من مدينة ازرو الى مدينة فاس، مرورا بإيمو الزار وإفران. وكتكتشفوا معايا ان شاء الله، كان التوقعات ديالي غيكون اليوم هاد الحد إفران عامر وكذلك إيمو الزار، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد اللحظة. مرحبا بكم، كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تابعوا معايا اكتشفوا معايا هاد اللحظات وحده بوحده ان شاء الله. حنا هنايا راه حنا في الخرجه ديال ازرو، يلا خارجين من مدينه ازرو غنشدو الطريق ان شاء الله على بركه الله، نتوكلوا على الله. مرحبا بكم، شاهدوا معايا هاد المناظر تبارك الله، الجبال والخضوريه والربيع. مرحبا والف مرحبا. حنا هنا في الدخلة ديال مدينة إفران، كتشوفوا معايا شكل البناية ديالها بالقرموط على حساب التلج، يعني كل هاد المناطق كتبني على هاد الشكل هذا. صراحة هاد الزخرفة مزيونة في أزرو إفران إيمو الزار الحاجب، كل هاد البلايص هادو كيبنيو بالقرموط على حساب التلج، كيساعد على الانزلاق ديال التلج باش يدوب، كذلك كتحمي الدار من الداخل باش ما تكونش فيها القطره وبزاف الحوايج. تشوفوا معايا كتشوفوا معايا الدنيا عامره، لي باركينغ عامرين، ما كتلقايش فين تبلاصه الطوموبيل، يعني الدنيا عامره والناس خارجه. صراحه الناس كيحسب ليها الثلج باقه وكل شيء جا. إفران معروف في الويكاند كيكون عامر، الناس كتقنط وكتوج وليداتها كتخرجوا في هاد الوقيته ديال الثلج، كتجي تشوف الثلج. صراحه الثلج ما كاينش ولكن الناس جات، كاين الرحلات تبارك الله الكرام ديال الرحلات، زعما الدنيا عامره وداك الشيء زوين، واحد الجو غزاول. كتشوفوا معايا هنايا ها نتوما، هذا هو الشارع اللي موجود فيه الاسد، يعني السبع اللي معروف في افران، كلشي الناس كتجي تصور حداه، وحتى اللي تصورات كتعاود تصور، كتجيب وليداتها تصور، وليداتها كيكبروا كيولدوا وليداتهم كيجيبوهم تصور. اجي عندك شي ضيف كتفرح بيه كتدي حدا السبع يتصور. طيب هذه هي البلاصه اللي معروفه في افران، يعني السبع كلشي كتجي تصور حداه. هما لي سيفينير ديال المنطقة، هانتوما كتشوفو معايا الدنيا عامرة، الحديد تبارك الله مكاينش فين دوز، واحد التران مزيون الناس كتركب فيه، كتشوف المدينة كدور فيه. هنايا كتشوفو الناس كيعمرة الدنيا، وتبارك الله الرحلات محيحين على النشاط، على اللي تيشطح على اللي تيغني. المهم منعاوش ليكم الدنيا مطرطقة، مرحبا بالناس كاملة تجي تشوف هاد المنطقة وتشوف البرد ديالها. أكثر المناطق اللي عندهم البحر كيعجبهم مناطق جبلية، وكيجيهم خالف على الطبيعة اللي هما عايشين فيها، علاش لا يجيو يكتشفوا هاد المناطق الجبال والجو بارد، يعني منطقة بحرية كتلبس غير شي حاجة خفيفة من تحت جاكيت انت سخون، لا انا راه خصك تلبس وتلبس وتلبس وتكبط. وتبارك الله دابا ولاو الحوايج على الجهد، الناس كانت تلبس شحال هذا غير الصوف، اللي ما لبس الصوف راه ما سخونش. ما دابا تبارك الله خرج داك البولير وحوايج القطان وشحال من الحوايج، صراحه هاد البيجامات اللي خارجين دابا بحال لابسه فورنا، كتلبسيها وتمشي ما تقديش تحركي انت. كل هاد المناطق راه كدير العواد، يعني كدير الفرن والعواد داكشي السخونيه، ميمكنش تبقى هنا بالعواد. شوفوا الشجيرات، هذا اوتيل ميشليفن
الدخله ديال لوطيل كاين واحد الدخيله ديال راس الماء، واحد العين، ماشي راس الماء يا ربي الحبيب، عين فيتال، بغيت نقول عين فيتال هي اللي كاينه في مدينه افران. شوفوا هنا الكيران، تبارك الله شحال من كار ديال الرحالات، تبارك الله الزحام الزحام صراحة الله، يعني كيتشهيوك في ديك الأجواء، يعني قبل ما تكون مزواج و واش كتزوج كتولي حياة أخرى، سبحان الله العظيم. وهكا غنكونو خارجين إن شاء الله من مدينة إفران، وغنتلاقاو عاوتاني في مدينة هذه جامعة الأخوين، نتلاقاو في مدينة إيموزار هي اللي تابعة إفران، وغنشوفو إيموزار حتى هي كتكون عامرة بالناس تفاس، كيهبطو لإيموزار كيتقهواو وكيشوفو الجو كيجيو مخالف على فاس كيعجبهم. المهم تبارك الله مدينة هي معروفة بالحرشة، قهوة تاكلهم في يوم الحرشة والملاوي. إيموزار يا إيموزار، كل هاد المناطق معروفة بالناس باربار، يعني كضرب الشلحة إمازيغن. وهنا غنكونوا في الدخله ديال مدينه إيموزار، كتشوفوا معانا حتى هي شكل البنايات ديالها تقريبا بحال إفران، يعني مخالفش بزاف تبارك الله ما بين إفران وأزرو إيموزار، تقريبا نفس الجبال الأشجار شكل البناء. هانتوما تشوفوا معايا، تا إيموزار معروفه عندها واحد العين هي عين سلطان، وراه كاين الماء ديالها كيتباع في القراعي وديك الشيء، يعني تا هو عنده عوينه زوينه كيخرجوا ليها الناس في الصيف كتجلس فيها كتفوج، يعني لي بيكنيك تيكون اغلبيه في هاد عين سلطان. كتشوف معايا تا هي بنتينه صغيره، ولكن تا هي مزيونه بالجو ديالها ومنظر جبالي رائع. حنا يلا في الدخله، مازال ما وصلناش السونتر ديال المدينه، تشوفوا معايا حاولت كل مدينه نصور لكم فيها شويش باش تشاهدوا معايا تقريبا انهم بحال بحال، الا جيتي تشوف تقول راك في مدينه وحده، وهي لا راه مسافه ما بين وحده وحده، ولكن مقاربين ماشي بزاف، يعني اللي بغى يجيب دويره في هاد المناطق عنده الحديد ديالو راه غيدوز عليهم كامل يشوفهم، ديك الساعه يختار فيني بيت. شوفوا هنا قهوات مزيونين، يلا تبناو في الدخله، عاد غادي نوصلوا للسونتر ان شاء الله. السونتر عندهم صغيور في واحد الرون بوين، اغلبيه الناس تما كتجمع لان تما عندهم السوق الاسبوعي في داك البلاصه، تيكون فيها السوق الاسبوعي يعني تما الناس كتجمع. إيموزار معروفة كيديروا فيها الفروسية بزاف في الصيف، كيكون فيها معارض، يعني كتكون زوينه صراحه إيموزار في الصيف، ما تسخاش بها تيجي فيها دويره، كذلك تشوف إفران وتهبط بحالك الازرو. اغلبيه الناس فاس كيجيو هنا كيجيو يتبردوا في الصيف، لان فاس تبارك الله كتكون فيه الجميره شاعله، وكيهبطوا لإيموزار هو اللي قريب شويش. سلطان يعني العين سلطان هي اللي معروفة هنايا، شوفوا معايا القهوة ديالهم بالحريشة والملاوي، وتبارك الله الناس كاينة كدار، راه البراني كتير، شوفوا الحديد غيبان ليكم البراني موجود حتى الويكاند وكان الحد، تبارك الله الناس خارجة، هادا هو السونتر ديال المدينة كتشوفو هاد الساحة هادي،
الناس الأغلبية فين تتجمع، ما عندهم شي بلاصة أخرى. وهنا حنا قربنا من مدينة فاس، كتشاهدوا معايا هنايا كاينين دي بارك، يعني الناس اللي ما بغاش تمشي حتى الإفران ولا إيموزار كتحبس غير هنا، كتخرج وليداتها. صراحة كاين حتى هنا ما يتشاف، كاين فين يلعبوا الوليدات. هذه غير في الدخلة ديال فاس قبل ما توصل فاس. كاين شجر الزيتون، يعني معروفة هذه المنطقة بالزيتون، يعني ملي توصل داك الكروازمه ديال صفرو من تما الفوق كتلقى كلشي اشجار الزيتون. انت غادي في الطريق ديال فاس كتلقى اشجار الزيتون على الجد، وجود الخير والبركه. وهنايا ها انت ما كتشوفوا معايا، كزيد غير شويه كتلقى بارك، زيد شويه تلقى بارك، يعني كاين فين يخرج الواحد ويخرج وليداتو. بالنسبه للناس اللي عندهم الحديد، اما اللي ما عندوش يصح الله وبركه عليكم باش فطارو. ايوا الحمد لله على كل حال، كنحمد الله ونشكره. الصراحه اللي لقى صحته راه عنده كل شيء، هذا الشيء غير كنقولوا متاع الدنيا. انتما كتشوفوا معايا هنايا، حنا راه مازال ما لحقناش فاس. هذه واحد البلايصه الدخله ديال فاس، سميتها ولا الطيب قبل ما توصل فاس. مازال ما عرفتش واش ولات حضاريه ولات محسوبه على فاس. الاغلبيه كيقولوا لي بقات محسوبه على فاس لان ما كيسموها طريق موزار، والله اعلم. انا قلت لكم شي حاجه كذبت عليكم، ما عنديش شي معلومه صحيحه. هانتوما كتشاهدوا معايا حنايا وصلنا هاد البلاصه، وحنا نحصلوا لان الطريق كانت صراحه مبلوكيه تقريبا من هاد البلاصه من ولاد طيب باش ندخلوا لفاس. هانتوما غتشوفوا معايا هنايا الحصله ديال بصح، يعني الطريق بلا كنزيد
نعاودو غير شويه وكنحبسو تقريبا القسم تاع القسمين عاد كنعاودو نقلعو شويه غير شعاود سقط نحبسو. عرفتي كانت الدنيا صراحه عامره بالزحام لان وصل الليل كانوا الناس كلها طالعه بحالها اللي كانت هبطت الافران وهبطت الايموزير وديك لي بارك كلشي الناس راجعه بحالها. شاهدوا معايا هنا ماكدونالد اللي حل جديد في طريق مونسير حدا مرجان، يلا فتح عامر تبارك الله. الناس خارجه وتشوفوا داك البارك ديال ونيس ديال ماكدونالد تاعو عامر تبارك الله. الناس خارجه ومخرجه وليداتها تفوش شويش. ودابا حنا راه في الدخله غرفه واحد الرمبوان وغندخلوا هذيك الدخله على طريق موزه واحد الطريق طوال غنشدوها ان شاء الله. وانتم معايا اكتشفوا معايا هاد البلايص. ها طريق مزار معروفة بالفيلات وكلها تبارك الله قاعات حفلات وما تلقاش شي قاعة خاوية تبارك الله. العراسات على الجهاد الله يسخر ليهم الله يكمل بالخير والله يعمر ويتمر وعقبا ان شاء الله اللي باقي يفرح براسو على شلا ويجرب هاد الحياة لانها راه سنة الحياة هو الزواج صالح. وهنا غنكون قربنا لكارتي لان كنسكن فيه صافي قربت للدار. نشكركم على حسن المتابعة وكنتمنى الفيديو يعجبكم. بسم الله على بركة الله غندخل ان شاء الله البيت ديالي كنت غايبة عليه هادي 25 يوم انا غايبة على داري. ودابا ان شاء الله كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله ديما الجديد. وشكرا على المشاهدة الى اللقاء.